وسهلا فيك بالأردن. نورتنا. ميرسي كل شيء. ويعطيك العافية على المجموعة اللي قدمت لنا إياها، يعني فاجأتنا بس بنفس الوقت ما فاجأتنا. pleasantly surprised يعني دائما شغلك هيك على مستوى. شكرا. جان لوي كثير صار في أحداث حلوة وإنجازات بحياتك، لبست مشاهير كثير كبار وعالميين زي بيونسي، ويني هارلو، ماري جي بلايج. بدي أسألك بعد كل هدول، يعني بالنسبة لنا أنت فتحت أول أو افتتحت أول جوردن فاشن ويك عم بيصير بتاريخ الأردن، هذا بيعني لنا كثير إشي كبير، يعني ترخ الموضوع بالنسبة لنا. بالنسبة لك شو بيعني لك هذا الموضوع؟ أوكي، أول شيء أنا تكون guest of honor بجوردن فاشن ويك وأنا أكون الأوبنينج شو بجوردن فاشن ويك، it's a big honor for me. تكون أنا موجود هون مثل ما قلت، مثل هذا حدث بينحط بالتاريخ كأول فاشن ويك بينعمل بالأردن. أول شيء بحب بدي أتشكر كل إدارة جوردن فاشن ويك وبالتحديد شيرين رفاعي، the woman and the brains behind all this. شيرين سو كانت كذا مرة تحكيني، كانت صار لهم فترة بيحضروا لهيدا لجوردن فاشن ويك وكانت على طول عم تتأجل. So finally it happened. من بعد كثير تعب، ويعني حرام التيم كلهم إذا بتشوف فيهم كيف تعبانين وقد ما حطوا effort وجهد. كل جميل اليوم طالع، ما ولا مبين هذا الموضوع صراحة، بس أنا عارفة قد إيه تعبانين صراحة. لا ما بتتخيلي how much effort how much hard work نعمل تيسير هيدا الحدث اللي صار اليوم أو اللي عم بيصير اليوم. هلا من ناحيه التنظيم everything is perfect، يعني فينا نقول as if it's an international catwalk. ما بتحس انك اصلا بالبلد، بتحس حالك exactly. خارج البلد. Exactly. So انا كثير مبسوط اني موجود هون، كثير يعني I can see a bright future for Jordan and for the fashion week in Jordan. صح. طب كيف صار الموضوع؟ يعني قبل قد ايه خبروك انه راح تكون بارت اوف جوردن فاشن ويك وراح تبلش تصمم مجموعه و قبل قد ايه؟ انا صار لها سنه شيرين تحكي معي اشترك بجوردن فاشن ويك، وعلى اساس كان الموعد كان من قبل بشي 5 أشهر من هلا. مزبوط. تأجل لكذا حدث صاروا. بس بتعرفي مثل ما بيقولوا everything is for the good كل تأخيرة فيها خيرة. 100% بالضبط. So الحمد لله يعني everything is perfect، كل شيء بعقد كثير سلس والتنظيم كثير حلو فعلا. حتى العالم اللي عم تجي على الرانويز، السليبرتيز اللي عم يجوا، حتى في كثير مشاهير موجودين بين مزبوط. العالم. It's really amazing. هلا لأنه عم بيصير جوردن فاشن ويك لأول مرة عندنا بالأردن، ما حدا عارف شو يتوقع، فبباله بتخيل بصير في عنده expectations أو توقعات ما عندنا سنوات ماضية نقارن فيها. مزبوط. فأكيد كمان عندك صار في توقعات، احكي لنا كيف جوردن فاشن ويك لقيته، بشبه التوقعات، أحسن، أسوأ؟ أوكي لكي أنا كن صريح معنا. أكيد I've been to a lot of fashion weeks. I've been to Milan fashion week, I've been to Paris, so even حتى عرضنا بدبي. So for me يعني اللي شفته اليوم، التنظيم اللي موجود اليوم، it's on an international level. اللي بتعمله شيرين is always top. بس صراحة it was beyond my expectations. عن جد إلي يعني أفضل يعني أفضل بكتير من ما توقعت. يعني everything was perfect، تنظيم، كل شيء كان رائع. طيب شو بتتوقع لجوردن فاشن ويك لقدام؟ يعني اذا اول اذا هيدي اول اذا هيدي اول مره، يعني ما بعرف شو رح يصير بعد سنتين وثلاثه واربعه. يعني اتس ما بعرف عن جد، يعني اتس اميزنج. ان شاء الله يصير اكبر، وان شاء الله نقدر نجيب ناس من برا اكثر، ويصير في تغطيه عالميه لسه اكثر، مع انه اليوم كثير في ناس مزبوط. من برا عم بغطوا، اتوقع 70 او 77 انترناشونال ميديا كومبانيز، تي فيز ونيوز بيبرز والى اخره. طيب جان لوي، احكي لنا برايك شو اللي بيميز فاشن ويك ناجح عن فاشن ويك يمكن مش كثير. اوكي، انا برايي فاشن ويك يكون ناجح بده يكون like a whole group of
فاكتورز مجموعين مع بعضهم. يعني الفاشن ويك از اولويز في على طول افتر بارتيز من بعد الشو. صح. So it's all about this. It's like a whole community. عرفتي؟ So اللي عم بيصير هون اليوم اذا لاحظتي بتوصلي على الاوتيل بتشوفي لايك كل العالم يلي بالموضه يلي بالاندستري كلها موجوده. So هون بتعرفي انه it's a real platform for a fashion week. حتى من ناحيه التنظيم، من ناحيه الديزاينرز الموجوده، المشاهير اللي عم تيجي على الشوز. So كل هيدا بخليه نجح، بخلي فاشن يعني الديزاينرز والتنظيم والفايب بشكل عام. مزبوط. لازم يكون نفس الشيء. بدي تحكي لنا عن مجموعه اليوم اللي قدمتها. اوكي، مجموعه اليوم اللي قدمتها هي السبرينج سامر 2019. في اربع قطع منهم كنت شغلتهم هذيك السنه لكان for the red carpet. انتبهت انه في كم من قطعه شايفتهم من قبل. So هول الاربعه يلي عملتهم هذيك السنه لكان they were like an introduction for the SS19 يلي هي اخر كولكشن عملتها. Okay. So that's why ضميتهم لهون وحبيت فرجيهم بجوردن فاشن ويك. Nice. لانه انلبسوا من very big celebrities، فمشان هيك حبيت العالم بالاردن يشوفوهم غير عن الصور. Because اذا شفت يعني حتى بعيدا عن السيلبرتيز كمان يمكن. 100%. ما عندك ميوز يعني يمكن اشخاص بيعطوك الهام، بيكونوا يا شخصيه يا شكل معين يا حدا من المشاهير؟ بتعرفي انا بالنسبه لإلي every woman is my muse. يعني حتى يعني ما بدي اقول لك شخص او امراه معينه هي الميوز تبعي. انا بالنسبه لي whenever بقعد تأرسم او تعامل تصميم معين، my only focus is انه بين جسم المراه، بين لها الشيء اللي حلو فيها. So okay. بالنسبه لي my muse is to show a woman's body او بين مثل ما عملت بعشتار ب المجموعه الماضيه. مزبوط. مجموعه Queen of the Night اللي هي اول مجموعه عملتها واخذت ضجه كثير قويه وكثير انطلبت من ورا السيلبرتيز. سو كانت اول شخص اول سيلبرتي تلبسها من هيدي الكولكشن كانت ماري جي بلايج على الساج اووردز هذيك السنه. صح. سو من بعد ما ماري جي بلايج لبست هيدا الفستان، كان فستان ابيض واسود، ما فيك تتخيلي كميه الستايلست اللي عم يبعثوا لنا ايميلز يلي بدهم كلهم بدهم يلبسوا الفساتين. سو من اصل 12 فستان المجموعه 11 فستان انلبسوا. واو. سو يس ما شاء الله الحمد لله. سو ام انه السيلبرتيز عم بيحبوا الشغل، عم بيحبوا الفساتين اللي عم نعملها. طيب جان لوي، بتقول بمقابلاتك انه الهامك بيجي من الطبيعه وكل شيء بالطبيعه حتى الحيوانات والنباتات والشجر والى اخره، بس الفنان بيكون دائما on the watch زي ما بيقولوا، بلبس باللبناني عوينات خلينا نقول، بيكون فيهم لنز بيشوف كل شيء فن. صح. هل هذا الشيء بينطبق عليك؟ اكيد. اي ثينك هذا الشيء بينطبق على كل حدا عنده ارت سايد بمخيلته. سو انا لانه عشت ببيت بالجبل مع الطبيعه، سو يعني اي ابريشيت بيوتي، يعني بقدر الجمال بقلب الطبيعه. يعني ما في شيء احلى من الطبيعه. لمرحله بتصاميمي من اول ما بلشت لهلا كثير كنت انسبايرد من الطبيعه، من الحيوانات، من الطبيعه، من كل شيء. بس توصل لمرحله حبيت غير. يعني مثلا بالمجموعه الاخيره اللي عملتها الانسبيريشن تبعي كانت الايتيز. سو على طول في يعني الطبيعه ما بتروح من مخيلتي. صح. بس يعني اتس اولويز ذير. بس بالنهايه على طول الديزاينر بده ينبش على شيء جديد. عرفتي انه ما فيني ضل، مع انه اتس ماي بيجست انسبيريشن الطبيعه، بس ما فيني ضل على طول انسبايرد من الطبيعه. عرفتي يعني مش قاعده، يعني هي طبيعه و مزبوط. طيب شو غير الايتيز انسبايرد المجموعه تبعتك اليوم؟ اكشلي المجموعه اللي عملتها اللي قدمتها اليوم هي موستلي انسبايرد من الايتيز. اوكي هي كاني عم برجع الجلامور تبع الايتيز، لانه الايتيز والناينتيز هن بيريد يلي الفاشن وصلت للبيك تبعها. يعني اذا if you go back and you see the 80s it's for me it's the most beautiful period in fashion.
والثمانينات برضو كان وقتها والدك الله يرحمه عم ببدع يمكن في قمة مزبوط وقف شعر البدني هلا وقتها حكيتي مزبوط مزبوط so بلبنان مزبوط so بي كان يعني أكثر شيء نعرف بلبنان بالايتيز يلي أنا كنت شيء إنه خلقان في شيء إنه خلقان سو يس so yes. يعني مجموعة اللي عرضتها اليوم فيها كثير من الايتيز يعني كثير كمان اتس تريبيوت لبيي اوكي يلي هو كثير ساعدني بمسيرتي هذا سؤالي قديش ساعدك لما انت شقيت طريقك باول الجيرني تبعك قديش ساعدك اكيد يعني البابا الله يرحمه مثل عمر لي بيس تبلش منه عرفت يعني هلا ناو دايز اذا في ديزاينر بده يبلش فروم سكراتش فروم زيرو اتس فيري هارد اتس ا لوت اوف كومبيتيشن سبيشلي ببيروت وي هاف ا لوت اوف ديزاينرز عرفتي مثل كانه هيئ لي مثل ما بيقولوا جو كامل. مثل ان امبرر لانه حتى بتفوت على الاتوليه اللي عندنا على بيروت اتس اول ذيز اولد سيمستريسز الخياطين القديمين اللي من ايام بيي بعدهم بيشتغلوا معي لهلا بعدني بتعلم منهم لهلا هلا okay. اكيد في عالم جديده عم بتفوت عم مثل بتضيفوا شغله جديده كمان نيو بلاد يا نيو بلاد بس اللي عم بعمله مثل الكبار عم بمرنون تضل ذا سيم ليجاسي ذا سيم سبيريت عرفت ففي اكستشينج حلوه بين الجديد والقديم خلينا نقول مزبوط حتى اذا بتلاحظي بالديزاينز حتى تبعي ذا لوكس ار ا بيت كلاسيك بات وذ ا مودرن تويست كثير عصري كثير عصري وبنفس الوقت بتنتبه انه ما بيضيع جسم المرأة يعني بتضيف وبتعمل وبكون في جراءة بس بنفس الوقت بحافظ على اللوك مظبوط انا اهم شيء عندي انوثة المرأة تبين صح وانا كمان لما بدور على فستان بدور على هيك شيء مظبوط طب جون لوي احكي لنا ثلاث شغلات تعلمتهم من والدك ثلاث شغلات تعلمتهم من بيي الصبر فابريك على طول كان يقول لي فابريك 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 The fabric makes the dress. هو اللي بيحكي. تالت شيء الدقة للديتيلز. Okay. It's fashion is all about details. Okay. If there is no attention to the little details, ما في ما الفستان ما بيطلع كامل. طيب جون لوي باعتقادك شو هن المواصفات أو خلينا نقول أسرار المصمم الناجح؟ اليوم خصوصا مع الصعوبات والكومبيتيشن اللي بتصير والسوشيال ميديا صح مثل ما قلت في كثير كومبيتيشن في كثير ديزاينرز صح للديزاينر يكون ناجح اي ثينك لازم يكون عنده هيز اون بصمه هويته بالديزاين يعني وقت تشوفي حيلا فستان تعرفي هيدا لهيدا المصمم عرفتي يعني لازم يكون في مثل ما بيقولوا روح الديزاينر بالقطعه اللي عم يعملها بالنسبه له هيدا هو بيكون الديزاينر الناجح كيف الديزاينرز بيقدروا او المصممين كيف بيقدروا يفصلوا الهامهم من شخص ثاني مصمم ثاني وتضل هويته طاغيه خلينا نقول اوكي بتعرفي بالنسبه كل ديزاينر عنده هيز اون فيجن يعني لا حتى لو اوكي مثلا عم تطلعي على تصاميم غير ديزاينرز هيك بس at the end of the day كل ديزاينر has his own vision كل واحد عنده نظرته للديزاين عرفتي سو اي ثينك هيدا اللي مثل ما بيميز ديزاينر عن الثاني بتحس انه في ناس كثير عم بيقلدوا بعض او ما عندهم فيجن او رؤيه لقدام لسوء الحظ فبيفشلوا بالتالي بتحس انه هيك بتحس انه في ناس عمرهم بمجال الديزاين عم بقرب انه يخلص انا ماني حدا تقول هيك عرفت شعور يعني اذا الواحد ما كان ابضاي ما كان شاطر باللي عم بيعمله ما بيكمل بحيلا شيء مش بس بالديزاين اوكي شو بدنا نشوف من جون لوي من قريب هيك بالمستقبل القريب اوكي انتم معودين تشوفوا ماي كوتور بيسز صح اوكي واذا لاحظتي بهيدي المجموعه بتحسيها اتس ان بتوين كوتور اند ريدي تو وير مزبوط سو بهالمجموعه حبيت تكون مثل ترانزيشن بس تفرجي العالم هاو بتحب الترانزيشنز يعني بالمجموعه الماضيه عملت ترانزيشن حطيت كم من قطعه من الجداد مزبوط
دخلتهم بمجموعة اليوم. بحب حضر العالم على شو بده يجي نيكست، تعطينا ساينز. Exactly. So هالمجموعة آخر وحدة it's like a hint for what's gonna be in the ready to wear line اللي إن شاء الله بدنا أسأل إمتى نتوقع؟ إن شاء الله إن شاء الله بجون. Okay. But nothing is confirmed yet. Okay. We are still working. It's a huge project. We are still working on it. So إن شاء الله. إن شاء الله خير. Fingers crossed. Best of luck. Thank you very شكرا much. لوقتك جون لوي. كثير انبسطت إني اليوم يعني قعدت معك وتعرفت عليك. وأنا كمان. Finally. Thank you.